لما الشعب المصري صار في 25 ايام ما كانش صار لانه في حد يعني صحي من النوم كده وقرر ان هو والله احنا هنخرج نشيل الراجل ده عشان شكله وحش، انما كان في اسباب حقيقيه. اعتقد ان في ارقام كتيره جدا بتشرح وبتقدم لنا تفاصيل عن اسباب خروج الشعب المصري في 25 يناير، منها الكلام حوالين 40% تحت خط الفقر، ازمه البطاله الحادة والمستمرة حتى هذه اللحظة، تراجع مستويات المعيشة، الحالة دي من حالات الاستبداد والتضييع على الحريات وهكذا. ولذلك حتى يمكن بداية الخروج كان حوالين حد أدنى الأجور وإقالة وزير الداخلية، والمسألة أعتقد أنها على امتداد. أنا عايز أقول من ده أنه مفيش احتجاج بيجي لأنه الناس مزاجها أنها تحتاج، لكن طول الوقت الاحتجاجات بتبقى لها علاقة بالواقع، بمعطيات الواقع. وبالتالي اللي أنا محتاجة أرصده واللي أنا محتاج برضو أتكلم عنه بشكل مهم قوي هي الفكرة اللي كان بيقولها صديقنا مصطفى بسيوني حوالين هو ليه حجم الحركة قوي جدا، لكنه رغم قوة حجم الحركة، رغم قوة، رغم يعني اتساع الحركة وامتدادها، لكنه ما فيش ثمار. أنا تقديري إنه الخطوة العبقرية اللي كانت في 25 يناير كانت فكرة التنظيم، وإزاي خرج الشباب ومعهم ناس يعني شوية بيتعاملوا مع التكنولوجيا، خرجوا من التنظيم على الأرض إلى التكنولوجيا إلى التنظيم في السماء الافتراضي إلى الشبكة العنكبوتية إلى الفيسبوك، وقدر ناس كتيرة جدا إنها تنتظم في جروبات. وأعتقد إنه الجروب بتاع خالد سعيد اللي قبل الثورة بفترة بسيطة كان وصل تقريبا لنص مليون مشترك، واللي لعب دور بشكل أو بآخر هو عدد من الصفحات في حشد المصريين في الميادين وخروجهم إلى ساحات الميادين وساحات الاحتجاج. القصة ببساطة أعتقد أن احنا لما نيجي نتكلم برضو على أزمة التنظيم فيما يتعلق بالعمال، هي نفس المشكلة اللي موجودة في التنظيمات السياسية، لأنه الحق في التنظيم هو بالفعل الحلقة الأكثر يعني اللي هي في أشد، يعني في أشد الاحتياج إلى فك هذه المعضلة. ولذلك انا ما كانش غريب ابدا انه مبارك يبقى ضد الحق في التنظيم وضد يعني انه يبقى في المساحه دي للحريه، وانه الاحزاب تشكل، انه الناس تشكل احزابها وتشكل نقاباتها بعيدا عن استبداد الامن، ولا بالتاكيد النقابات الحرص طول الوقت من الاجهزه الامنيه على انها تبقى متسلطه على النقابات وعلى النقابات المهنيه والنقابات العماليه وعلى الاحزاب السياسيه. القصه طول الوقت في التنظيم، ولذلك المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان ضد اقرار قانون الحريات النقابيه، ايضا كل الحكومات المتتاليه بما فيها الحكومات التي اشير اليها بشكل او باخر انها بتنتمي للثوره، الاخوان المسلمين رفضوا، الاحزاب السياسيه المشاركه في حكومات الببلو وكان فيها حد من الدستور وكان في ناس من التيارات السياسيه الاخرى ايضا لم تنجح ولم تسعى الى اقرار قانون الحريات النقابية، حتى انه في الوقت اللي كان فيه الدكتور احمد حسن البرع صاحب المشروع يعني الخبير الوطني للعمل المشروع، لكن برضه ما صدرش هذا القرار. القصة هنا القصة في التنظيم، لانه طول ما احنا في ازمة حقيقية في تنظيم الناس، طول ما هو في مشكلة في تنظيم الناس، فرص اننا نحاول التراكم اللي بيحصل ده ونعمل النقلة النوعية ده، ونتنقل من مجرد ما جميع من العمال بتتحرك في اتجاه في لحظات محددة وبعد كده الامور تبتدي تتراجع ويعني يحصل الجذر ده ويبقى مجات، لكنها ما بتعملش النقل النوعية. انا اعتقد انه الوضع يعني سيبقى كما هو، لكن وده الاهم، انا تقديري انه هناك جديد طرق. وخلينا اقول لحضراتكم انه في مجموعة من المواقع الجيش تدخل فيها بشكل مباشر، السويس كنموذج، واعتقد في نماذج اخرى في المحافظات التانية. واحنا بنتكلم حوالين المؤسسة العسكرية، انا دايما بميز بين امرين مهمين جدا، انه الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية اللي بنحرص طول الوقت على انها تقوم بدورها الاساس، زيها زي الداخلية تقوم بدورها الاساس في حفظ الامن، في حماية الوطن، لكنه اي خروج يجب ان يواجه. وهي دي القصة، انه بعد 11 فبراير
حارس الجيش الثالث في السويس على انه يوفر قاعات ويرعى مفاوضات بين العمال وبين اصحاب الاعمال في الجيش الثالث. وكانت ظاهره غريبه، والاغرب انها في بعض منها انتهى الى نتائج ايجابيه والعمال حققوا بعض المكاسب، لكنه بدا الجيش يخرج من سكناته وانتقل الى مواقع العماليه في البدايه. وخلينا اقول لكم انه تدخل مثلا في معاني دبي، وتدخل في سان جوبان، وتدخل في سيراميكا، وتدخل في مره تانية في معاني دبي بلاتينيوم، وتدخل في السوسلو صلب وهكذا. لكنه اخطر التدخلات واللي بعضها طبعا يعني شبع عنف واستخدم العنف ضد العمال واكره العمال في سيراميكا على الاقاله وسوسلو صلب على الاستقاله، طبعا تسويات تمت بالضغط وبالإكراه، وسان جوبان تم فض الاعتصام بالقوة، وبتروجيت في أحكام قضائية، وصمت في أحكام قضائية صدرت ضد العمال وتم القبض عليهم. لكن هو الجديد ما حدث في مواني دبي بلاتينيوم على وجه التحديد. احنا شايفين شركة توريد عمالة بلاتينيوم اللي هي كان بيملكها أساسا أحد أقرباء أسامة الشريف اللي هو صاحب العقد بتاع البي او تي بتاع مينا السخنة، اللي باع المينا ليه او اللي باع العقد لمواني دبي. لكن ظلت شركة بلاتينيوم وظل قريبة هو اللي بيقدم عمالة التوريد، وبعدين بعد فترة قررت مواني دبي انها تتخلص من المقاول، فحبت تجيب 5 شركات للتوريد عشان تفكك الـ 5 مقاولين عشان تفكك الـ الشركة بتاعت بلاتينيوم. فالعمال يرفضوا ويتمسكوا ويخوضوا معركة، وتنتهي المعركة بانه يتعمل عقد مفاوضة جماعية، عقد اتفاق عمل جماعي مع هيئة موانئ البحر الاحمر ومع مواني دبي ومع الحكومة المصرية، كان ساعتها الدكتور مرسي. وينتهي الاتفاق لانه خلاص بشكل مؤقت تتولى هيئة موانئ البحر الاحمر تشغيل هؤلاء العمال والتعامل كمقاول، ويبقى خلال 6 أشهر تتشكل يتم تأسيس شركة جزء من رأس مالها الرئيسي فوق 51% مكون حكومي، والباقي ممكن يبقى قطاع خاص. لكن في كل الأحوال العمال متمسكين بأنهم يشتغلوا لدى شركة واحدة مش مجموعة شركات بقى. ولذلك كان غريب أنه يحل أن نلقى كوين سيرفيس، ودي شركة بتنتمي لجهاز مشروعات القوات المسلحة، جاية والضغط كله بيتم لحساب هذه الشركة، والضرب والتضييق والتعذيب والحرمان وكل ده تم لحساب هذه الشركة. وكانت مسألة غريبة جدا انه العمال مع كل حدث يتم الضغط عليهم للذهاب للجيش الثالث عشان يتم التفاوض هناك في الجيش الثالث في وسط سكنة، فالأمية بقى في سيراميكا، فالعمال يرفضوا ان هم يتنازلوا فيتم اكراههم واجبارهم، فيخرج 29 عامل باستقالات في وقت واحد. ومساله سخيفه جدا، انا ما اعرفش ايه الفكره العبقريه في ان 29 واحد يقرروا في لحظه واحده ان هم يقدموا استقالات. طب واستقالات ليه؟ طب وياخدوا ليه مبالغ تعويضيه؟ طب وليه يرعى ده الجيش؟ مساله في منتهى الخطوره. واعتقد انه محاوله تصوير ما يحدث في السويس وفي غيرها على انه اصل العمال عايزين كده، اصل ده لصالح حاجه الانتاج، لا، المساله اعتقد انها مختلفه تماما. وانا تقديري انه في مشاكل حقيقيه، مش بس على مستوى الصراع بين العمال واصحاب الاعمال، لكنه دخول المؤسسه العسكريه باعتبار انها صاحب عمل، ده بشكل او باخر هيخلق حاله من حالات الاشتباك مع قطاعات اخرى في الدوله المصريه، قطاعات اخرى، شرايح اجتماعيه اخرى، والمساله مش بالبساطه اللي اي حد متخيل. انا شغلني قوي انه وانت جاي بتتكلم حوالين ان انت بتقود او بتترأس الدولة المصرية، بتدعي انه حماية للانتاج و هتمنع المظاهرات وهتمنع الاحتجاجات وهتمنع الاضرابات، انت صاحب عمل، انت صاحب عمل، ومش من حقك ان انت تفرض على العمال شكل العلاقة. انت صاحب عمل والمفروض ان في اتفاقيات ومعاهدات دولية بتحدد شكل العلاقة. انا عايز اقول لحضراتكم الكلام ده انا قلته في الجيش الثالث في 16/2/2011، لانه برضو الفكره اللي كانوا بينطلقوا منها وقتها انه لازم تقف الاضرابات، لازم تقف الاحتجاجات، لانه الدوله المصريه تقع، هي الدوله المصريه مش هتقع غير لما العمال يحتلوا.
لكن لما رجال الاعمال يسرقوا الدوله المصريه مش هتقع، لكن لما يبقى في فساد حكومي للركب وللاعناق الدوله المصريه مش هتقع، لكن لما يبقى في تفريط في الامن القومي للدوله المصريه الدوله المصريه مش هتقع. انما بس لما العامل يحتاج عشان ياخد رغيف العيش الدوله المصريه تقع، لما العامل يحتاج عشان يجيب قميص لابنه او بلوزه لبنته الدوله المصريه تقع. طبعا هم عندهم احلام انه يكمم افواه العمال، ودي مساله مش بتاعتنا، بمعنى انه ما فيش قائد عمال بيقف ويقول يا عمال اتحركوا فالعمال تتحرك، لا العمال بيتحركوا ذاتيا وفي كل المواقع وبدون على فكره اعداد مسبق في اوقات كتيره، لانه بطبيعه الحال حاله التناقض دي موجوده. وفكره النقابات ده البديل السلمي، ده دي الاداره السلميه للصراع، انه يبقى في تنظيمات نقابيه والتنظيمات النقابيه تتولى اداره الصراع ووصولا الى يعني عبر التفاوض وصولا الى نتائج محدده بتنتهي الى صياغات واتفاقات، وبالتالي بنخرج من الحاله الصراعيه دي الى اتفاق بيستمر 3 سنين حسب الاحوال. لكن في الاخر احنا عندنا مواثيق وعندنا معاهدات، ومصر مش خارج المجتمع الدولي ومصر مش بره العالم ده، ومفيش حد يعني انا ما اعتقدش انه يعني النماذج بتاعت امريكا اللاتينيه قابله للاعاده، ولا النموذج الكوري الشمالي قابل ل انه يتم محاكاته في مصر. مصر بطبيعتها بالتعدديه اللي فيها بالحاله دي من حالات الاتصال بالعالم الخارجي، بالحاله دي من حالات الثراء، المجتمع صعب جدا انه تكمم له، فربما يكون هناك سامان، دي مساله معروفه لكنه ومقبوله كمان، لكنه فكره تكميم الافواه دي فكره مستحيل. انا عايز اقول لحضراتكم انه تقريبا كل القضايا اللي احتاج العمال حواليها من 2006 وقبل 2006 بدايه الحركه الاحتجاجيه لازالت هذه المطالب قائمه. وعايز اقول لحضراتكم وده كان بالصدفه في برنامج تلفزيوني كانوا بيتكلموا حوالين السويس والمركز الخامس في الاحتجاجات في 2012. السويس كانت في 2007 في المركز الخامس، وهي القصه هنا لانه المعضلات الاساسيه في العلاقه في علاقات العمل لا زالت قائمه. يعني انحصار ما يشار اليه باعتبار انه انحصار شروط العمل اللائق الاجر و كل ده قائم، بالاضافه الى الازمات المتكرره بسبب الحاله دي من حالات يعني ارتفاع البطاله. انا بعتذر، انا واضح ان انا يعني طولت، و سيب الباقي للمسؤول.